أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا لأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له ومن بعده ما يفتح وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء
وإن يكذبوك فقد كذبت
رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا
والله الذي
هذا عذب
صدق الله.